غالبا الإنسان الذي يكون في حياته شيئا جميلا وهو يعلم بأنه جميل إذا فقده بيده سيندم عليه، لأنه سيراه أجمل فيما بعد، خاصة لو كان في يد غيره أو أصبح في يد غيره. العامية يموت قهر، والله يموت قهر. يعني مثلا رجل تزوج امرأة لجمالها، جميلة جدا، بعد 5 أو 10 سنوات سيرى بأنها ليست جميلة رغم أنها ما زالت جميلة، ولكنه استخفاف بسبب القرب الزائد، يراها غير جميلة. أو حب الرجال التغيير، هنا حصل الطلاق، ذهبت المرأة، تزوج هذا الرجل بغيرها. هنا المرأة ماذا تفعل؟ تريد إثبات أن هذا الرجل على خطأ، فتبدأ بالاهتمام بنفسه أكثر. غالبية النساء يلجأن إلى هذه الطريقة لإثبات أن الطريق على خطأ، وغالبا أو دائما ما تنجح هذه الطريقة، حتى أن هذا الطليق يعلم بأنها جميلة أو كانت جميلة، ولكنه سيراها أجمل 10 مرات حينما كانت زوجته، خاصة كما قلت لو كانت بيد غيره. هنا كيف سيرى نفسه؟ أولا قبل الندم، هو سيندم بطبيعة الحال، ولكنه سيرى نفسه أغبى إنسان في الوجود، غبي. لماذا؟ لأن هذا الجمال كان بيدي، ثم أنا الذي فرطت فيه، ثم زاد جمالا. ولكن سيتساءل، لما لم تهتم بنفسها أكثر كما هي الآن وهي في حياتي؟ أنا سأقول لك، قلت لك بأن زيادة القرب تولد الإزدراء، تولد الاستخفاف، تولد ضمان البقاء. أشرح لك. وهذا الخطأ طبعا يشمل المرأة أيضا، كونها تعلم بأنها تملك جمالا أكبر ولكنها لم تكن تهتم به حين كانت في حياة الرجل، فبدأت بالاهتمام بعد حصول الطلاق فقط لتثبت أنه على خطأ، فقط تهتم بنفسها، ولو حاول إعادتها لن تقبل، كبرياءها لن يسمح. هي فقط تريده أن يلاحظ شدة جمالها، وتريد أن ترى الندم في عينيه، تريد أن تجعله يشعر بأنه أغبى إنسان في الوجود، ثم بعد ذلك تبدأ بعيش حياتها أو تذهب إلى رجل آخر للزواج. يعني هذه حياة أخرى ما لنا علاقة. قلنا أن زيادة القرب أو القرب المبالغ فيه يولد الإزدراء، والإزدراء يولد الاستخفاف بالجمال فلا يقدر كما يجب. لذلك على الرجل أن يفعل أمرين. الأمر الأول أن يتذكر دائما بأنه لو فرط فيها سيكون غبيا لو رآها بعد ذلك أجمل النساء، فتفادى أن تكون غبيا. الأمر الثاني، دع للشوق مجال. يا أخي الشوق يولد حبا آخر، الشوق الذي تعلم أنك ستلقاه بعد ذلك، فماذا تفعل؟ أرسلها إلى بيت أهلها أسبوع، أسبوعين، ثم تعال لتراها بشكل آخر. طبعا يكون في تواصل بالتليفون بالمسجات، ولكن دون رؤية. والله أتكلم جد، الشوق يولد حبا جديدا آخر وزيادة على الحب. كلنا هكذا رجالا ونساء، لنكون منطقيين، خاصة الرجال في العلاقات الزوجية، كون العصمة بيد الرجل بغض النظر عن حالات الخلق. إذا كنا نملك شيئا جميلا ثم نفرط به بأيدينا، ثم نراه بعد ذلك بيد غيرنا، سنراه أجمل 10 مرات منه حين كان معنا، سنشعر بندم شديد. يقول الشاعر عبيد بن الأبرص، ما لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. ويقول أحد شعرائنا، حبيب ما عرفني ولا حي، وش لي في عند هيلة التراب. البيتين متشابهين، وهما كناية على أنه من كان في حياته شخصا جميلا ولا يشعر به إلا حين يفقده، إلا حين لا يراه بعد ذلك، إلا بعد موته، عموما حين لا يكون بيده يشعر بقيمته. إذا كنت لا تريد أن تصل إلى هذه المرحلة، ليس مرحلة الفقد، هناك ما هو أشد، أن ترى من فقدت بملء إرادتك أصبح في يد غيرك، وأصبح أجمل 10 مرات منه حين كان معك، وتتذكر في لحظة بأنه كان بين يديك وأنت من فرطت به فأصبح في يد غيرك. والله أنا ما لي شغل، تخيلت الموقف تألمت، حسيت بندم وأنا مالي شغل. من كان في حياته شخصا جميلا، من كان في حياته امرأة جميلة، زوجة جميلة، حبيبة جميلة، فليهتم بها،
يا أخي بالكلمات، الكلمات ليست صعبة، ولكن نحن الشعوب العربية خاصة الشعب الخليجي الرجل منا جلف، لا تخرج منه الكلمة إلا بالحسرة رغم بساطتها. يا أخي هناك كلمات تجعل المشاعر تزيد وتؤثر في الحبيب، قل لها أنت اليوم جميلة أجمل من البارحة، وأنا أثق تماما بأنك ستكونين غدا أجمل من اليوم، والله أنها ستثبت لك صحة كلامك وستكون غدا أجمل من اليوم بكلمات. المرأة تتجمل لك كل يوم خاصة لو كانت تحبك، ولكن إذا رأت منك اهتماما بجمالها ولكن تتجمل وتستمتع بالجمال أنت دون أن تمدحه ما في فايدة. عموما إن شاء الله خير، السلام عليكم.